نمشي لتعليقك دابا سي ادريس. اسمح لي احتراما الاستاذه، انا بان لي اجوبه ديالها اكثر انها كتجاوب كفاعله جمعويه حقوقيه. ارجوك لا لا ما تهضرش عليا شخصيا، غير ملاحظه. لا ما عندكش الحق تلاحظ فيا، هضر في الموضوع ارجوك. لا ما عندكش الحق، ها نوع اخر من انواع العنف. جوج ثلاثه كنهضر تعبير عن رايي، لا خلي الذاتي، لا خلي الذاتي عبر على رايك كيف ما بغيتي في الموضوع. انت الاريحيه ما عندكش الحق تحكم عليا، جاوبتي كفاعله حقوقيه. ارفض ارفض ان تتحدث عني وما عندكش الحق تعطي في حكم. او لا خلينا تعبر باش ما بغيتي. لا تعبير تعبير محايد، لا محايد باش يخاطر رايي، خاص يكون محايد. تعبير حر في ما تدويش عليا، ما عندكش الحق. الله يخليك السيف، الله يخليك. لا لا الله يخليك، ما عندكش الحق تكلم عليا وتعطي عليا حكم قيمه، ما عندكش الحق. الله يخليكم. لا لا مريم، لا كاينه حدود، لان الموضوع حنا كناقشوا الموضوع، حنا ما كناقشوش الاشخاص. انا ما جيتش دابا شي واحد يقول لي تكلم شهر بيحل لي شخصيتي. لا بغى يجيب محايد يجيبوا محايد. لا لا محايد ماشي باش يفعل جمعيه. ما عندناش نزيله هنايا، كنترافعوا في المحكمه باش انا غادي نعطيك النقاط، غنجاوبك على النقاط ديالك في الموضوع. الله يخليك، انا غنجاوبك على النقاط. انا ما كنهضرش عليك كشخص، انا غنجاوبك على النقاط. الادبيه الحوار تجنب الذات بالنسبه للتحريض كاين. الله يخليك سي فؤاد، سي فؤاد جاب اي صفه دابا كتقبع الرجال دابا بقات شي مشكل. خليها خليها تهضر في الموضوع اللي بغيتي، ما تهضرش عليا انا. انا لاحظت انا ملاحظه، بغيت نجيبو حبيبي نجيبو كيما ما عندكش الحق تهضر عليا صفتي او ذاتي. لا حق لك، صفات فعيله جمعوي. لا حق لك ان تتكلم في صفتي او ذاتي. بالنسبه لزم حدودك في النقاش.